كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الأول من مارس المقبل وتتضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 ألف إلى 1200 ألف جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، كما وجه الرئيس السيسي بتكبير صرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وشملت الحزمة زيادة في المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن الانحياز للمواطن هو العنوان الابرز للقرارات التاريخيه التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها بتنفيذ اكبر حزمه حمايه اجتماعيه على الاطلاق حزمه الحمايه الاجتماعيه التاريخيه تستهدف تخفيف اعباء المعيشه على المواطن بشكل عاجل واحتواء اكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصاديه الخارجيه وتاثيراتها الداخليه توجيهات القياده السياسيه جاءت من واقع ادراك القياده لحجم التحديات والاعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل التحديات العالميه التي انعكست على مصر من موجات التضخم ردود الفعل من الجهاز التشريعي والنخب السياسيه جاءت مرحبه بحزمه الحمايه في سياقات التوقيت والحجم الضخم فالعائله المصريه خاصه من محدود ومتوسط الدخل على بعد ايام من شهر رمضان المبارك كما ان قرارات الحمايه الاجتماعيه تاتي في وقت تعاني فيه اغلب دول العالم من ارتفاع الاسعار نتيجه لنقص المواد والازمات والصراعات الدوليه وصفت قرارات الرئيس السيسي بانها طوق النجاه للاسر الفقيره ومتوسطه الدخل حيث ان القرارات جاءت لتحقيق العداله الاجتماعيه خاصه وانها تشمل زياده معاش تكافل وكرامه مما يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط وحرصه على التوسع في مظله الحمايه الاجتماعيه للمواطنين لمساعدتهم على مواجهه التحديات الاقتصاديه الراهنه اتحاد عمال مصر من جانبه ثمن قرارات الرئيس السيسي وقال انها تساهم في تخفيف اعباء الحياه لعمال مصر، مؤكدا ان الدوله المصريه تتحمل الكثير من الاعباء الاقتصاديه مناصفه مع المواطنين، بل ان الحكومه تسعى جاهده الى تحمل الجزء الاكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطن. قرارات الرئيس السيسي تاتي بحزمه حمايه اجتماعيه عاجله انطلاقا اطلاقا من واجب الدوله لدعم المواطن في ظل الظروف العالميه الحاليه